أنا أعتقد يعني مشهد التصعيد سيكون هو المشهد الأبرز في المرحلة القادمة، هي عدم وجود يعني معطيات الحل، لأن إسرائيل الحقيقة ذهبت باتجاه التصعيد واستطاعت أن تدخل إيران أيضا في هذا المجال. الولايات المتحدة هي مجرد ترعى حركة إسرائيل ولا تفرض عليها شروطا في هذه الحركة، ولذلك ستبقى يعني سيبقى التصعيد هو سيد الحل في المرحلة القادمة. يعني لا وجود لحل دبلوماسي، ضعف المظلة الدولية وانقسامها، وكذلك تزايد حدة الصراع، يعني خصوصا بعد القصف الإيراني لإسرائيل. إسرائيل أعلنت أنه يجب أن تدفع إيران ثمنا باهظا، وأنه يعني خلال هاليومين سيتم قصف إيران الحقيقة، ولكن الخلاف هو مش على القصف ولكن على سنتحدث في سياق هذه التطورات سيد الياسري، لكن دعني أعود بك إلى ما تحدثت به عن الموقف الأمريكي. اليوم الإدارة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا ولا الدخول بأي صراع مع أي دولة، في إشارة إلى إيران بطبيعة الحال أو مجموعة، لكن البنتاغون يتحدث من أن واشنطن ستكون جزءا من المناقشات في سياق الرد على إيران، وإسرائيل كان لها تهديد واضح باتجاه إيران والضربة الإيرانية. السياسة الإيرانية اليوم باتت غير مفهومة للبعض، هنالك تلاعب بالألفاظ كما هو تلاعب بالمواقف. يعني أنا أجد مش فقط السياسة الإيرانية غير مفهومة، السياسة الإسرائيلية غير مفهومة، عبث نتنياهو غير مفهوم. أنا كنت أقرأ مقالة من توماس فريدمان وهو رجل يعني الصحفي العالمي الذي يدعم إسرائيل، و يعني أنا أعتبره من يسار الحركة الصهيونية. يعني كان يتساءل إلى أين يريد أن يصل نتنياهو. نتنياهو يحارب أو يقاتل من أجل القتال وليس من أجل الوصول إلى حل. فتح مجموعة كبيرة من الجبهات وخلق حالة من الاستعداء ومحاولة جر الولايات المتحدة، حتى أنه ذكر بين الزوجين أن لا أحد يصفق بك في العالم إلا في الكونغرس إلا في أمريكا. فأنا يعني عمليا حتى مفردة الحرب الشاملة والتخوف من الحرب الشاملة أصبح مصطلح عام، يعني يحتمل الكثير من التأويلات، لأن الواقع يخالف هذه الرؤية. كيف تشترك بضرب إيران وإيران هددت إذا تم استهداف العمق الاقتصادي فسنرد بقوة، إذا اشتركت الولايات المتحدة سنجبر على الرد على مواقع أيضا للأمم المتحدة في المنطقة. إذن الأمر كله ذاهب إلى التصعيد.